فأتى النبي صلى الله عليه وسلم العرنة ثم صلى بالناس صلى بهم الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين قبل ذلك خطب في الناس صلوات الله وسلامه عليه خطبة عظيمة بيّن فيها معالم الدين وأكد على بعض الحقوق، ومما جاء في خطبته صلوات الله وسلامه عليه قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فذكر حرمة اليوم وحرمة الشهر وحرمة البلد وهو مكة، فبين عليه الصلاة والسلام أن الدماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم حرام، ولا ينبغي لعاقل أن يعلم أن خير الخلق عليه السلام يقف على ناقته يوم عرفة ويقول في أعظم مجامع الدنيا ومئة ألف يسمعونه: إن الدماء والأموال والأعراض حرام، ثم يأتي لأعراض المسلمين فيخوض فيها أو لدماء المسلمين فيسفكها أو لأموال المسلمين فيستلبها. وقد سمع أن رسول الله غلظ فيها تغليظا عظيما وقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما وقع في الجاهلية، فذكر ربيعة بن الحارث وقد كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، فقال: وأول دم أضعه دم ربيعة بن الحارث، لأنه قال: إن دماء الجاهلية موضوعة تحت قدمي صلوات الله وسلامه عليه. فلا يعقل بعد أن من الله عليهم بالتوحيد ثم برحمة الله للعالمين عليه السلام أن يعودوا للجاهلية من جديد. ثم ذكر الربا فغلظ فيه وقال: إن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، والعباس من؟ عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين لك أنه حتى تقع موعظتك في القلوب ابدأ بنفسك. فرسول الله يوم بدر أخرج عمه وابن عمه وعبيد بن الحارث وهو من أبناء عمومته ليقاتل، ولما أراد أن يترك دماء الجاهلية بدأ بدم ربيعة بن الحارث، ولما أراد أن يبطل الربا ويخبر أنه موضوع بدأ بربا من؟ العباس بن عبد المطلب. ثم ذكر النساء وحذر من استضعافهن وقال: إنما استحللتم فروجهن بكلمة الله، فبين ما للنساء وما عليهن صلوات الله وسلامه عليهم. وقد قال في حديث آخر: أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم. وذكر جملة من الوصايا صلوات الله وسلامه عليه. الآن صلى وجمع الظهر والعصر جمع تقديم حتى يتسنى للناس الوقوف، وخطب وبلغ رسالة ربه، فأنزل الله عليه يومها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأخذ يشهد الناس ويقول في خطبته: أما وإنكم ستسألون عني فما أنتم قائلون؟ فقالوا رضوان الله عليهم وعددهم أكثر من 100,000: نشهد أنك قد بلغت ونصحت. فيرفع إصبعه الطاهر الشريف إلى السماء ثم ينكتها إلى الأرض ويقول: اللهم فاشهد ونحن على ما شهد به أصحاب محمد من الشاهدين. والله إننا لنشهد وإن كنا لم نرى أن رسولنا صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، وأنه مات وقد ترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك،
وجعل الموعد بيننا وبينه الحوض، نسأل الله أن يحيينا على سنته وأن يريدنا حوضه وأن لا يفتننا قبل أن نموت.